توفيق عبد الملك توفيق فنان نحت ورع جرايد دبلوم صنايع ومكمل هندسه يعني مؤهلي ملوش دعوه بالورق جرايد بالفني خالص. الموضوع دوت ابتدى معايا لما كنت في الكنيسه هناك طالبين مني وسيله اضاحه الاطفال يونس اللي في الحوت دخل بطن الحوت فعايز اعمل وسيله اضاحه اللي عايز تفهمها فعملت حوت كبير كرتون كده عشان ما عنديش خامات مش موجوده اصلا معايا لقيت قدامي كرتون ده بتاع النتائج قدامي وورق جرايد كان مش ورق جرايد وعملت على الحوت على بتاع الحوت دوت كقرطاس كده حطيت عليه ورق جرايد وعملت ليه بق واسنان وعملت رسال صغير ورق جرايد دخلت جوه بطنه وطلعته كانه ايه يونس او يونان دخل جوه بطن الحوت وطلعته عملت سيراح مسكات وعرايس ورنت ورجوزات ودروس حاجات وسائل اضاحه. بنتي جت مدرسه ابتدائيه هنا في فرنواني قالت الأبلة بابا بيعمل حاجات كده فجت البيت الأبلة جات لي وطلب مني الشغل سفينه كده كبيره معموله كرتون عملتها لها وظبطتها لها ولونتها لها بدوار وشبابيك وحاجات زي كده على اساس ان انا ما عنديش اصلا حاجه ما عنديش خامات بس ما عنديش خشب ولا بلاستيك ولا فيل ولا بتاع الحاجات دي. لقيت الجرايد قدامي كرمشت الجرنان لما بكرمشه بس بالشكل اللي عايزه عايزه كوره بعمله كوره والف عليه ورق ابيض اللي هو الدش ده بالغلق يمسك مكانه عايزه رجلين ببرمها بكرمش وابرمها طويله كده والفها بورق الجرايد بالورق الدشت بالغلق تمسك تبقى طويله وابتدي اعمل منها الرجل او الباغ او ليه حاجه زي كده. اشتركت في بتاع الثقافه الشغل الخيمه عندنا هنا رحت القصر هناك قالوا لي اعمل لنا حاجه ايه نموذجيه كده حاجه تعبيريه وبتاع فعملت لهم المنظر اللي هو الفلاحه دي كانت واحده قبل كده كانت زيها برضه عجبتهم قوي عملوا ورشه عمل ما بعملش اي بعمل حاجه اللي بتطلب مني عشان ما فيش حاجه واركنها يعني معرض الحاجات اللي عندي اللي بتاع العمل بيها معرض في القوم الصحفيين في 2005 كان طالب مني اعمل حياه شعبيه عملت حاجات حياه شعبيه كلها بتاع فول بتاع كشري واحده ماسكه رحاره رحايا اوراداتي صحراتي بتاع كنافه بتاع ذره ورق غرايد وغيرها بس مع القطر مقص والالوان بلون بيها في الاخر الوان بسيطه قوي اللي هي الوان اورا البلاستيك الرخيصه ديت الغيره مع الورق الدش مع الجدران بيمشي بقى ينشف لوحده ينشف حاجه ناشفه قوي جامده بتاع دي اقول لك بقى بتاع 12 سنه عايشه وتقع في الارض ولا غلقه ولا غلقه عايشه وقال ما بعجنش ورق في ناس بيعملوا ايه بيسكوا الورق دي يقطعوا حته صغيره يفرموها يحطوها في ميه وغيرها ومعاهم يعملوها عجينه ما بيعملش عجينه دي لو فتحتها من ورا من هنا طلعت طلع جولان سليم تقراه زي ما هو جولان سليم مش حاجه خالص لان كل منزوم منه اللي ايه القشره اللي بره دي الورق الابيض عليها وملونها لا المشكله عندي عائد المادي يعني انا لما بعمل حاجه زي كده واجي اعمل لها قبل المدرسه مثلا طلع عايز كام كلها مخلصها الاول بعد ما اخلصها ما بعرفش احسبها المشكله دي حكيتها للقصر مدير الثقافه قال لي بعرف قلت له ما بعرفش اسعار قال لي انت بتعمل فن بتبيع فن قلت له انت بتحسب ازاي ده؟ الناس يقول لك احسب وقتك قد ايه؟ تحسب الساعة مش عارف بكام؟ شوف تقعد عليها قد ايه؟ ما بعرفش اجمعها علمت اجازتي الاول. الثقافة بعت لي مدارس بعلمهم. هي واعدادي يوم في الاسبوع كده في كنايس بيبعتوا لي بروح اعلمهم ده بعلمهم ازاي اعمل الحاجات دي. مكتبة في شبرا اسمها مكتبة عام في شبرا روح علمت ناس كتير قوي هناك. مكتبة في الثقافة المطرية علمت برضه ناس كتير قوي. مشكلتي ان انا وانا من كام سنة كنت مش عنديش مشاكل. ليل ونهار شغال دلوقتي الواحد كبر تقل نفسي اعلم طوب الارض لان دي موهبه مش تعليم اصل مدير اصل الثقافه اللي عندنا هنا عندنا في اصل الثقافه قال لي الراجل ده ما درستوش في الكليه خالص ده حاجه موهبه بجد ما حدش بيعملها خالص بيعملوه بيقولوا عجينه ورق ما بيعملش عجينه ورق